الأخبار من ATV العدالة، وفيها 758 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19. التربية تؤجل جميع المقابلات الإشرافية والتوظيف. احتفاء بالعيد الوطني للمملكة، إطلاق مهرجان المنتجات السعودية في تعاونية الفنطاس. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة شفاء 649 إصابة من مرض كوفيد-19 في 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في الكويت 94211 حالة. وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. وعلى صعيد الإصابات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 758 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103199 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8391 حالة. أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد عن تأجيل مقابلات المعلمين الجدد والوظائف الإشرافية بجميع فئاتها في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك حتى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد ومنعا لانتشار فيروس كوفيد-19 واستنادا إلى الإرشادات الوقائية لوزارة الصحة. وأكد مقصيد اعتماد إجراءات مشددة جديدة بشأن دخول المراجعين والموظفين إلى مبنى ديوان عام وزارة التربية في جنوب السرة، وعدم السماح لأي مراجع بالدخول إلى المبنى سوى الحاصلين على مواعيد مسبقة لإنجاز المعاملات من الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي. عقدت اللجنة العليا لتطبيق قواعد وسياسات التعليم عن بعد للمراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021، الاجتماع السادس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز بمشاركة الأساتذة موجهي عموم المجالات الدراسية. وتناول الاجتماع الخطة التدريبية لتطبيقات التعليم الإلكتروني والتي شملت جميع الموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام، ومن المقرر أن يتم الانتهاء خلال الأسبوع المقبل من تدريب جميع المعلمين. وتطرق الاجتماع إلى آلية تقييم المتعلمين والدوام المدرسي لكل مرحلة تعليمية، وتم التأكيد على أن مشاركة أولياء الأمور لن تتعدى سوى متابعة أداء الأبناء الصغار والتواصل مع المعلمين.
قالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد بأن المهلة الممنوحة من الهيئة لأصحاب العربات المتنقلة لتحديد موقع العربة من المواقع المتنقلة المتوفرة بالنظام الآلي الخاص بوزارة التجارة وتركيب وتفعيل نظام التتبع الآلي تنتهي بتاريخ 11 من أكتوبر المقبل. وأهابت المزيد بأصحاب العربات المتنقلة المسارعة نحو تعديل الأوضاع القانونية خلال المدة المشار إليها، وذلك بتحديد موقع لها من خلال النظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع الآلي لكل عربة قبل حلول 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت أنه لن يتم صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعمالة التي لم تلتزم بالضوابط السابقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة في حال عدم الالتزام بتلك الشروط، ومن ضمنها وقف ملفات العربات المتنقلة وعدم إصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص العربات المتنقلة أو تجديد أذونات عمل للعمالة الوافدة عليها. في الوقت الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني 90، عبرت جمعية الفنطاس بطريقتها الخاصة عن مشاركتها الأشقاء في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الغالي على الجميع بتقديم أفضل العروضات على المنتجات السعودية بمختلف أصنافها. مراسل ATV العدالة موفق العرقان توجه إلى جمعية الفنطاس ورصد لنا هذه البادرة الجميلة. جئنا اليوم إلى جمعية الفنطاس لنرى ما شاء الله تبارك الرحمن على منتجات الصناعة السعودية، يعني شيء مفخرة ومفخرة، يعني جد مفخرة على اللي رأيناه من صناعات مواد أغذية ومواد استهلاكية، وهذا الشيء يعني مو غريب على المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية الحمد لله تربطنا علاقات أسرية واجتماعية واقتصادية من زمان، حنا مكملين للمملكة والمملكة مكملة لأهل الكويت، اللهم لك الحمد. والله مثل يعني شيء مفخرة، يعني شيء اللي شفناه قبل نستورده من دول أوروبية والأجنبية، أما الآن ما شاء الله تبارك الرحمن مثل ما نرى هالصناعات شيء يفخر فيه صراحة، شيء يفخر فيه ويفخر فيه الخليج والعرب. فالسعودية تتميز في عطائها وحميتها للدين الإسلامي، وما شاء الله يعني أنتم تعرفون ما يخفى عليكم المملكة يعني في كل شيء تحب تساعد الدول الفقيرة خصوصا الإسلامية والعالمية، ما تميز سبحان الله يعني ما تميز كونها دولة عربية أو خليجية أو دول العالم. حرصت الجمعية وعلى رأسهم رئيس لجنة المشتريات على توفير المنتجات السعودية للمساهمين بأقل الأسعار التنافسية مع الشركات، ونشكر أيضا الشركات على الأسعار ما قدموه للجمعية والمساهمين ودعمهم للمهرجان يوم الوطني السعودي. حرصنا نحن كجمعية الفنطاس بترجمة هذه المباركة بإقامة مهرجان المنتج السعودي اللي يضم كوكبة من الشركات الكبرى اللي يحرص عليها المساهمين وكذلك يحرص عليها المستهلك، وحرصنا أن نكون في أسعار تنافسية، ويضم هذا المهرجان 110 أصناف تقريبا بأسعار تنافسية. دائما تحرص جمعية الفنطاس بإقامة المهرجانات التسويقية بأسعار تنافسية. المنتج السعودي يمتاز بثقته وثقله في دول الخليج، وحرصنا احنا على إبرازه للمساهمين وكذلك للمستهلكين. حقيقة جمعية الفنطاس سباقة دائما في المهرجانات خصوصا في المناسبات للدول الشقيقة، وما هي غريبة عليهم، يعني دائما يعملون المهرجانات وأسعار تكون جدا ممتازة ومنوعة. بالنسبة للمنتجات السعودية غنية عن التعريف، يعني مشكلة وأصناف كثيرة، يعني محتاجها السوق الخليجي والعربي وأيضا العالمي، يعني فالسعودية دائما منتجاتها مطلوبة وأصنافها متميزة، واليوم احنا شايفين جميع الأصناف الموجودة في جمعية الفنطاس تلبي طلبات جميع المستهلكين.
يسعى مجلس إدارة النادي العربي إلى تجديد عقد علي عتيج مدافع الفريق الأول لكرة القدم القادم من نادي الساحل بعد انتهاء فترة إعارة المدافع الواعد للدفاع عن الأخضر، وكان اللاعب قد أعير من نادي الساحل إلى النصر قبل أن ينتقل للعربي ويقدم معهم موسما استثنائيا توجه باقتناص كأس الأمير. وفي سياق متصل، تعرض عبد العزيز عاشور رئيس مجلس إدارة النادي العربي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، علما أن فهد الفهد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في النادي كان قد تعرض للإصابة بكوفيد-19، والحال ينطبق على علي مندني رئيس جهاز لعبة كرة القدم في الأخضر. أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس الغد الأحد سيكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب العالية. أما ليلا فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة نهارا تصل إلى 45 درجة وتنخفض إلى 25 درجة ليلاً.